السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله باش نبدو دورة جديدة خاصة بجماعة الباك، مادام باش يعدوا باك تي بي على قريب إن شاء الله، وباك تيوريك زادة في الأنفو والماتير انفورماتيك. باش نبدو أزيرو باش نحاولوا نلخصوا كل ما يخص الماتير انفورماتيك متاع كما نعودوها نتاع سيكسيون انفورماتيك، باك تكنيك، باك سيونس، باك مات، وزاد سيكسيون برانسيبال جماعة السيونس انفورماتيك يعني سبيسياليتي، وباك ايكو زاد. مبدئيا باش نبدا بالسيونتيفيك، خلينا من ليكو والليتر باش نبدا بجماعة باك سيونس ومات تكنيك. باهي هذا البروغرام ان شاء الله باش نبدا واحدة واحدة، كل فيديو باش ناخذ فيه حاجة بسيطة باش ما نطولش عليكم ونبدو إن شاء الله. ما تنسوش باش تعملوا أبوني في الشين متاعي اللي هي اسمها ذيرباك شين يوتيوب، وزادة عملت شين جديدة اللي هي تيك توك اسمها زادة ذيرباك، بتصور نفس التصوير أو نفس اللوجو الوان. ونبدو على بركة الله. ليه؟ اول حاجه باش نحكوا عليها في اليوم هي الفورم جينيرال تاع الالغوريتم. معناها انت في اكزرسيس اكزامان ولا حاجه يقول لك اعطيني ريزودر البروبليم هذه في فورم تاع الالغوريتم. بالطبيعه كيفاش باش تعمل الفورم تاع الالغوريتم؟ هي الفورم هذه فورم جينيرال اللي هي الالغوريتم، اسم الالغوريتم تاعك، بعد تعمل دوبي والفان وفوسطها لي انستركسيون اللي باش تخدمهم انت. باهي لهنا باش ناخذ اكزومبل نتاع بروبليم، جيست حاجه بسيطه باش ما نعقدهاش. كيما قلنا هذه الفورم جينيرال لهنا، هذه الفورم جينيرال نتاع الالغوريتم تاع الالغوريتم، اسم الالغوريتم لهنا، من بعد تكتب دوبي بعد فان وفوسط لي انستركسيون تاع البروبليم. نفترضوا ليكزرسيس اللي باش نخدموه نحنا تو، قالك اكرير ان بروغرام كي بيرمي مثلا دو كالكيلي لا سوم دو دو زونتي هذا الاكزرسيس نتاعنا صغير جسنا، لان بدينا ازيرو في الماتير هذه. باش نبدا لكم واحده واحده ان شاء الله، وكل فيديو مش باش نطولوا فيه ماكسيموم 10 مينيت اونتر 10 و 5 مينيت. باهي لهنا شنو باش تعمل؟ اكري ان بروغرام، قالك بروغرام بالطبيعه لهنا بروغرام اون برانسيب نكتب لك ان بروغرام، والا اكري ان سوليسيون الغوريتميك ولا ان بروغرام اون الغوريتميك. باهي لهنا شنو باش تعمل؟ باش تكتب كلمة الغوريتم. احنا تو قاعدين نعملو في الريزوليسيون تاع البروبليم هذي. الغوريتم أول حاجة، اسم الالغوريتم شنو باش تسميه؟ أنت مخير باش تسمي، تعطي أي اسم. نفترضو شنو باش يعمل لنا، ديما الاسم يكون سينيفيكاتيف على البروبليم شنو هي باش تدوش. لهنا يقول كالكيلي لا سوم، دونك باش نسميها هاي كالكيلي لا سوم، مادام باش تحسب مجموع زوز عدد الاسم نتاعي يكون سينيفيكاتيف نسميها صوت. واضح؟ باهي لهنا باش نعمل كلمة دوبي نتاعي، معناها راي البروبليم السوليسيون نتاع الالغوريتم صاي دينا باش نعملو دوبي نتاعها، هذه هي الدوبي. والفان في الاخر راني كملت الالغو نتاعي، السوليسيون الغوريتميك نتاعي كملتو في الاخر. ما بينات الدوبي والفان شنو باش نعمل؟ باش نعمل نكتب لي انستركسيون اللي باش تكلكل لي الصون دو زونتي اللي هما شنو باش نعمل الصون. كيفاش نحسب؟ نفترضوا نحنا الصون دو زونتي، انت باش تسمي لونتي الاولاني كي بيرمي دو كالكولي لا صون دو زونتي. لهنا نكمل لكم البروبليم، سيزي لي دو زونتي هذو مشبه، كيفاش باش نطلع سيزي بار l'utilisateur l'utilisateur
يعني يعني الدو زونتي هذا شكون باش يدخلهم؟ يدخلهم لوتيليزاتور، يعني ابارتير من الكلافي، كي نقولوا كلمه سيزي يعني ابارتير من الكلافي. دونك شنو باش نعمل؟ كيفاش باش كي نلقى المون مو كلي سيزي، راك باش تكتب لي لير، نفترض الفاريابل ا هو البريمي اونتي اللي باش نقرا، الفاريابل الثاني باش نسميه بي، لير بي. هذوما لي دو زونتي اللي باش نحسب لهم الكالكل لهم الصوم نتاعهم. ومن بعد عملية الصوم شنو؟ باش نعمل اس رسوا ا بلس بي. هذه عملية الصوم كيفاش تتكلف؟ واضح؟ أول مرحلة، المرحلة الأولانية اللي هي لير أ لير بي، اش عمل؟ عملت لهنا سيزي نتاع الـ أ إي بي، سيزي أ إي بي اللي هما الدو زونتي اللي حكينا فيهم لهنا. من بعد كلكلت الصوم اللي هي الكالكيل نتاع الصوم هو هذا، دونك لأنه هو قال لي كالكل لي الصوم لهنا. واخر حاجه شنو هو؟ انت كي حسبت الصوم شنو باش تعمل الصوم؟ في شيء على ليكرون جيست ما كتبتش لهنا اون برانسيب اخر انستريكسيون اخر حاجه في البروبليم اي افيشي لو ريزلتا ريزلتا. لهنا من المفروض كي تحسب حاجه ولا تعمل تطلع ريزلتا في شيء على ليكرون هذيك افيشي. دونك كيما قلت لكم لهنا كي تلقى كلمة سيزيرك باش تستعمل اللير هذي باش تستعمل انستريكسيون هذي، زيدا كي تلقى كلمة افيشي باش تستعمل الاكرير اللي باش نكتبها انا تو. واضح ولا؟ يعني شنو باش نكتب؟ نحب نافيشي الاس، اش معناها اكرير؟ اش معناها افيشي؟ تافيشي على الاكرون، يعني نتيجة نشوف هنا على الاكرون. مثلا لهنا اكرير اكرير اس، سهلة برشا هذه. شنو باش يعمل لي اكرير اس؟ الصوم اللي حسبها لهنا نتاع الـ A بلس B باش يظهرها لي على الإكرون. هذا هو الفورم جينيرال نتاع الألغوريتم. دونك خلاصة الأمر، فورم جينيرال نتاع الألغوريتم شنو هو؟ أول حاجة كلمة ألغوريتم، من بعد تختار اسم للألغوريتم نتاعك، بعد تعمل الدو بي، واخر حاجه هي الفان تاع الالغوريتم نتاعك، وفي الوسط لي زانستريكسيون حسب لي نونسي نتاع ليكزارسيس. واضح؟ ان شاء الله نكون وصلت المعلومه. اي واحد عنده كيستيون او سؤال في اكزارسيس او في اي موضوع بالنسبه لجماعه الباك، كيلك سكوا سيكسيون تاعهم سيونس ما تكنيك انفورماتيك ايكو، ينجم يبعث لي ميساج على الشين يوتيوب فيرباك هذي، والا الشين تيك توك فيرباك زيدي، يبعث لي ميساج على اي فيديو ونرجع ان شاء الله. مشكورين على المتابعه، وما تنسوش تعملوا فولو للشين كيما قلت لكم، وتتفاعلوا مع الشين. ان شاء الله مستقبلا كي نوصل نجمل 1000 ابوني ان شاء الله باش نعود نولي نعمل لايف لجماعه البكالوريا ما بين جروب ليكزامان تاع تي بي والواحد. المهم تفعلونا ووصلونا للألف باش ننجمو، لأنه جديد الشيء فيها 13 فلورز، ما ننجم نعمل لايف كي نوصل 1000 أبوني وإلى 1000 فلورز. ومشكورين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.